كوكو ميز امور، صباح الخير عليكم وكي راكم. ان شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي بخير وعلى خير وبصحة جيدة. ان شاء الله تكونوا حلوات وشابات، ان شاء الله تكونوا نشيطات. قبل ما نبدا الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك، واللي ماشي مشتركه معنا مرحبا بك اختي تكبر العائله تاعنا، ومرحبا بلي زابوني دخلوا عندي جدد، مرحبا مرحبا والف مرحبا والله يكملكم ما تتمناو. المهم اليوم جبت لكم فيديو سبيسيال باش نهدر، دائما نهضر على مسيو جعفر ولا مدام ريبيكا. انا قلت لكم لو سيكس مكان ما دخلني فيه، انا لو سيكس مكان ما دخلني فيه، لو سيكس ربي الوحيد، ربي هو الوحيد سبحانه جل وعلا هو اللي يعرف اسكو دي كاميرا ولا راجل. على بالي بلي كاين يدخلوا عندي في لي كومونتير ويكتبوا لي بلي كاين اللي يكتبوا لي راجل وكاين اللي يكتبوا لي امراه. يا اختي انا مكان ما دخلني، انا بين جي نعطي هدرتي بين نعطي رايي كيما قالت لي وحده الفرنسي ما تعرفوش تهدروا كلمه بكلمه. يا اختي انا بنت الجزائر، انا عربيه ونعرف نهدر فرنسي، نعرف نهدر انجلي، نعرف نهدر حتى الاسبانيول، صافا قريتهم ماشي ما قريتهمش، بصح ما نزوخش. انا الزوخ والفخ ما نبغيهش اختي. يا حبيبتي انا نهضر باللغه تاعنا، اللغه الام، اللغه الحبيبه، اللغه الحنينه، اللغه اللي نبغوها ونموتوا عليها، اللي ما نزوخوش بها على بعضنا بعض. انا ما نجيش نقول لك وي بيان سور اكستيغا اني نو، لا انا نهضر هاك واه قلتيها. ومدابيك مدابيك مدابيك ما تزيديش تكتبي لي في الكومونتير كما دخلك فيا، نهضر بالعربي ولا نهضر فرونسي انت كما دخلك سافا. المهم اليوم جيت باه نهضر ونقول على مدام ريبيكا ولا مسيو جعفر كيما بغيتو تسموه، اللي راهم في الكوتي تاع جعفر يردوا واللي في الكوتي تاع ريبيكا يردوا. انا جيت باه نقول لك بلي يا اختي ولا يا خويا، كاع الا عطاتك ليام وكاع الا عطاتك الدنيا وكاع الا عطاك اليوتيوب ولا عطاك جهنم، وهي كاع هاد الصوالح بربي سبحانه، ومشي ربي سبحانه انت ما توصلش لهداك الموصل، ما توصلش ديري الساك تاع شانيل الحر كيما كي تقولي ولا ساك تاع، لا علينا ما ندخلوش رواحنا في هاد الصوالح، حنا خاطينا هاد الصوالح. انا اليوم جيت نهدر ونقول لك يا اختي ويلا تزوجت بفقير وربي كتب لها تتزوج بفقير وخرج هذاك الفقير ناس ملاح ولد فاميليا ومربي وما يعش فيها حاجه ما يعزهاش فيها وتعيش معاه لا بيل بي، انتي شا دخلك اختي، انتي شا دخلك اختي، ربي سبحانه كاتب لها واحد فقير، ربي سبحانه كاتب لها واحد غني. ايا وجي تقولي لها نو ما تتزوجيش بالفقير وتزوجي بواحد غني لا بغى يخونك، اي هذه هدره، هذه هدره تاع مختلين عقليا، هذه هدره تاع مختلين عقليا تاع وحيد سمحي لي اللي قالهم يروحوا عند الطبيب نفسي ولا بسيكولوج ولا بسيكياتر كيما هذيك ولات الكومونتير تحوس عليا نهضر بالفرنسي. ليق 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 اوبليجي تروحي باسكو تعرفي علاه، راكي بزاف اختي راهم خالعينك الدراهم على بيشك حاسبه عيشه كومبلي دراهم، على بالنا بلي تروحي للطبيب ليق لك دراهم باش تشري الدواء، تروحي تبغي تشري كاش حاجه ليق لك دراهم باش تشري، بصح ماشي اسوب ولا عيشي حدك قدك اختي. كاين اللي مزلوطه متدور كما قالت حبيبتي فاطمه اللي نوجه لها تحيه من هذا المنبر ونقولها توحشاتك والجماعه بزاف حبيبه. قلت لك كاين، قلت لك كاين اليوتيوبرز اللي كانوا في الدواوير اللي من يضرب بالغبار، عندها الحق عندها الحق عندها الحق. بصح راح نقول لك فاطمه حنا نعرفوا الاب تاعها، نعرفوا الام تاعها، نعرفوا الدوار اللي تسكن فيه، نعرفوا نعرفوا خوتها، نعرفوا انا شخصيا واحده من الناس نعرف خالتها، نعرف حتى عماتها، نعرف حتى جوارينهم، نعرف حتى واحد ما يواسيش انا عارفه اصلها وفصلها. مينتي خطره باني قبيليه، خطره شاويه، خطره جنسيه فرنسيه، خطره زدتي غاد، خطره زدتي في لبنان، خطره زدتي في ما على باليش. انا مانيش ندخل في روحي الله يسهل على كل واحد، بصح انتي اصلا النسب تاعك ما نعرفوش نيشان، اسكو شاويه نيشان ولا قبيليه نيشان ولا جزيريه عربيه حره ولا
استغفر الله يا ربي، والله توصلوا الواحد يهدر شي صوالح ما عنده حتى دخل فيهم. انا واحدة من الناس ما عندي حتى دخل فيك، انا يهدر رأي تاعي. انا اللي نقول لك يا اختي ما تحرشيش البنات بسببك، بارت شحال من وحدة بارت. انا نقول لك شخصيا مون افي، شحال من وحدة بهدرة تاعك بارت، يجي يخطبها واحد قليل بقلالته الوغ انتي علمتيها تخمم داك التخمام تاع الدراهم وتحوس منه، هي تحبس ما تبغيش تتزوج ولا، وهي كلش بمكاتب ربي سبحانه، هو كلش بمكاتب ربي. قالك الطير تنزل تحفر تتقب مع باش دير كاع، وربي شكاتب لك تلحق، ربي شكاتب لك تلحق. لا علينا، بغيت نقول لك بلي يا اختي الفقير الحمد لله يا ربي كالي قلاله متوسطين شهريتهم تاع قارعوا ديك الشهريه تاع الشهر، ما بصح عايشين خي منك. راكي تسمعي فيا ولا راك تسمع فيا مسيو جعفر ولا مدام ريبيكا؟ انا ما ندخلش روحي، قلت لكم ونزيد نعاود نقول لكم بلي انا كما دخلني لا راجل ولا امراه، الله يسهل. انا ندخل روحي، ها نعطي رايي. كاين اللي قارع لهذاك الشهر ومعيش مرتو علامه، انا شخصيا نهضر دروك، انا شخصيا على روحي روحي نقول لك اختي انا متزوجه براجلي نورمال، نقارعوا للشهر الخلصه تاعنا، نروحوا لا بنك نخلصوا الخلصه تاعنا نورمال. بصح راني نقول لك الطيري تنزلي تجنحي تقلبي روحك ما باش ديري تشري كاع السيكان اللي راهم طوندونس، تشري كاع البارفان اللي راهي طوندونس، تشري كاع الصوالح اللي راهم دروك، ما تلحقيش عيشتي. تعرفي علاه؟ عرفي علاه عيشتي؟ تنقول لك عيشتي علاه. انا عيشتي الحمد لله يا ربي مليئه بالحنانه مليئه بالحب، ونقولها ونزيد نعاودها. انتي تي تي دراهمك دراهمك ما يخلعوكش، انتي كيما هذيك تاع جيرماني اللي قالت لك نشريكم بدراهمي، دراهم ما يشروش الحنان والسعاده والحب. انتي كون طحي تمرضي دروك غارونتيك تمرضي، كون نقولوا باغ اكزومبل يديروا لك اوفر دوز في الانستيزي ولا تقبضي بلاصتك وتعوقي ولا تنشلي ولا تعماي ولا جانم، باي باي اختي نقسم بالله ما تقعدي عنده، نقسم بالله ما تقعدي على ذمتها اختي، باي باي اديوس اميغوس. يحوس على ريبيكوس واحد اخر، ما تواسيش روحك، ما قولي يا ربي خلي لي صحتي مشي دراهمي. أكيد تسمعي أنا نقولها ونعاودها، الصحة ثم الصحة ثم الصحة. راح نقول لك تاني، غادي نعطيك تاني ميساج واحد آخر. أنا عندي فاميلتي عم الأب تاعي يشري كنتي ويشري ما على باليش كاع شي كيما نقولو حنايا ملياردير، بصح راه قاعد قابض بلاصه، هي سي فغي بدراهم، وراه داير اللي طيب له، وراه داير اللي تنقي له، وراه داير اللي تعطيه الدواء، راه داير، بصح ما تجيش كي صحته. ومين نروحو نطلعو عليه يقول لنا دو كاع دراهمي ورجعوا لي صحتي. يا درا كاش كي ميساج كيما هكا راهي خالعاتك، وما بورتو راكي في الكاروندو وما زلتي زعما ما زلتي ما زلتي ما زلتي ولا ما زلت. انا قلت لكم كل واحد كيما يفهم هضرتي في عمك، والله فقير فقير يعيش. اي وزيدي تقولي لها لا انا المهم نشري، المهم نعيش حياتي قصدامي معمر ما بيش قلتي لها هذيك شعري شعرك يهر، حاشاك اختي نقسم لك بالله. وكون تكوني عايشه غايه وتكوني عايشه لا بيل في مع راجلك لا بغا بقلالته، نقسم بالله تغسلي بدو زون شعرك يولي حرير على شعرك. انت شتي روحك في الفيديو ولا ما شتيش شعرك كي راه مكسر؟ وهذوك هذوك لي بوستيش اللي راكي ملصقتهم مقرضين نورمالمون يجو هكا ليس، انت راهم مقرضين. وماذا بيا نعطيك نصيحه من عندي، نسيمه الاخت نسيمه راهي عطاتهم لا غوسيت تاع الشعر اللي يغزر ويرطب ويولي غايه ويقوى وكاع، هي ديها من عندها والله، دارت هذيك لا غوسيت تاع البصل ديها من عندها نصيحه. والله وحده من الناس نقول لك بلي سي فغي البصل مليح زعما للشعر وكاع، والله لا مليح سخطو الاحمر واهي يبعد الشيب ما يطوى ما يجي ما يخرج لكش بالخف ويغزر الشعر. اي ديري ديري عليها والله فريمون الناس ما فاميلي، والله لا هذه غوسات اللي قالتها نيشان كاينه منها.
تعالي الشيطان وعيشي حياتك نورمال كيما كتبها لك سيدي ربي. ربي كتب لك تزوجتي بجانب، عيشي معاه. صح انتي مرة اسي باش ترفدي الكرش، باش اسي باش تطلبي من ربي سبحانه يرزقك بالدرية، تعيشي غاية هكا، تبيني تتبتي للناس بلي انتي مرة. وقاع سيدي لانت راجل صاي، وليت مرة درت هذيك العملية جراحية كيما نقولو، صاي عيش حياتك مع جانب وصاي، على ضل تعس في الغاشي وتحرش فيهم وتعلم فيهم الفسق لا. وماذا بيا نصيحة من عندي كأخت، نقول لك كأخت باسكو حنا ولاد الجزائر وكاع، نقول لك كأخت حبسي هذاك راكي ديري لي كلون مع باش تندبي وترقصي في روحك ومع باش، حبسي حبسي شوية باسكو راكي كبيرة، راكي كبيرة بزاف، ولا راك كبير بزاف على هاد الصوالح. هذا ما بغيت نقول لك. ونصيحتي ماشي نصيحتي، عفوا، انا ماني، انا نورمال عبد لله. بغيت نقول ميساج لاصحاب اليوتيوب اللي ربي كافيهم وعطاهم، وحبسوا شوية الزخ والفوخ باسكو كاين اللي راهم يتفرجوا عليكم يداير 3 جي نورمال، ميم با ماشي 4 جي، ومتأثرين يشوفوا في صوالحكم، توروا في صوالحكم شا شريت وشا مشريت وشا كليت وشا مكليت. لا كاين اللي بقلالته يتفرج في هذاك اليوتيوب، كاين اللي يفوت في الوقت يتفرج في اليوتيوب يتفرج عليكم انتوما، تجوا تزوخوا عليه تغيروه مع باش تسبوا له ذيقة في النفس، منا منا منا. حبسوا شوية الزوخ والفوخ، عيشوا حدكم قدكم. صح بيت بارطاجوا يومياتكم، بارطاجوها بلا زوخ بلا فوخ، عيشوا حياتكم. والله هذا ما بغيت نقولكم، وتهلاو في رواحكم، فيديو جاي ان شاء الله. بسلامة.